الاعتراض وإيقاف دمان والكرة لصالة دفاع تاجنان. التوزيع الهدف الأول من دمان الذي اعترض وشافي في اللقطة السابقة وحاربه من المرور، يحول هذه الكرة إلى هدف أول لصالح فريق دفاع تاجنانت. الهدف كيف جاء؟ جاء من كرة ثابتة، ولكن شاهدوا معي كيف تركوه من دون رقاب. سنشاهد سويا الإعادة للمراء للمخالفة وحده تماما، حتى أنه لم يصدق بأنه وجد نفسه في هذه الوضعية. الاختلال واضح في محور دفاع اتحاد العاصمة، اكتشفناه في مباراة كأس الكاف حمراء، وشافعي لم يجد بعد المعالم، واليوم أيضا في هذه هي الكرة. طبعا عبد اللاوي لعب لفترة طويلة مع شافعي في المحور، لذلك جاد العلول بهذه الطريقة. قلت بأنهم كانوا العودة إلى الخلف والبقاء في انتظار اتحاد العاصمة تعني مهمة انتحارية. الجميع انطلق من الزاوية التي يحبها كثيرا، الجهة التي يحبها، يراوغ بخارج القدم ويسدد بداخل القدم ويلعب الأجواء فوق في المنعرج الشمالي أو الجنوبي أو ماذا هو المنعرج المحبوب لدى أنصار اتحاد العاصمة. مزيان هو الذي يفك العقدة في هذه الظروف الصعبة، ويتقاسم الفرحة مع سعيود الموجود على كرسي الاحتياط. مزيان إذا فعل كل شيء لوحده في هذه اللقطة. هذه الإعادة فاجأ بن موسى الجميع، نفذ الخطأ بسرعة وبداخل القدم مثل ما يحبها في كثير من الأحيان. طبعا هذه هي كرة القدم، لما الحكم يصفر ويعلن لازم تتفطن ولا تنسى روحك في الخلف. والعوبة بشكل مفاجئ ومزيان لم يضيع في يده بن موسى. مزيان التوزيع في القائمة الثانية، والهدف الثاني لاتحاد العاصمة. الهدف الثاني من إبرة في نهاية البطاق الذي يجد طريقه نحو الشباب بعد هذا العمل على الجهة اليسرى. التوزيع وإبرة بالرأس يتمكن من افتتاح باب التسجيل، ويهتز الجمهور فوق المدرجات. العمل كالعادة من مزيان، قدم له الكرة. هل هو ضد مرمى المدافع؟ توزيع لا إبارة. إبارة تمكن في نهاية المطاف من إضافة الهدف الثاني، وفرحة كبيرة لجمهور اتحاد العاصمة وكذلك لإبارة بافتتاحه لعداد التسجيل وانطلاقة من طبعا لما يكون بن غيث وبن خماسة في كامل إمكانياتهم. فرصة الثالث لاتحاد العاصمة، وبن شاع الذي يضيف الهدف الثالث لاتحاد العاصمة. ثلاثة أهداف مقابل هدف لاتحاد العاصمة. بن شاع يؤكد الفعالية ويؤكد حس الهجومي، وتحية خاصة من زملاء حامية والذي كان وراء المرمى. حي بن شاع واتحاد العاصمة في ظروف صعبة، يعود ويسجل ثلاث أهداف مقابل هدف. بداية قوية لاتحاد العاصمة، مباراة لن تكون سهلة على الإطلاق. بديل آخر والذي استرجع معيوز قدم لبن شاع. بن شاع كما قلت الحس التهديفي حاضر عند هذا اللاعب، يلعب بالقدم اليمنى وبالقدم اليسرى ببرودة أعصاب كبيرة، يتمكن من إضافة الهدف الثاني بذكاء وضع الكرة. كما قلت لقبوه بتيري هنري في المغرب، وكان
كانت حتى نوادي فرنسية آنذاك كانت ترغب في التعاقد معه لما كانت عمره 15 سنة، ولكن لا أدري ماذا حدث له.